المرأة المحادة يمنع عليها الطيب والكحل والمكاييج والحنة وثياب الزينة وحلي الزينة، وأن تترك بيتها لتنتقل إلى غيره. هذا كله من الممنوعات. نعم، لكن إذا كان حاجة في المستشفى أو مثلا تخرج، إنما قلنا الآن خروج ما منعنا، منعها من ترك بيتها لتنتقل إلى بيت آخر. وأما أنها تخرج لحاجتها حتى ولو كانت حاجتها تفسح شمت هواء، نعم، يعني إذا أرادت أن تشم هواء ويأخذها ولدها، ولا بيروح يطلع ولدها وياها ويتقهون عقب المغرب ويتعشون في البر القريب ويجيبها ينومون، ما في إشكال عندي. عنده بعارين مثلا راح يوسع، يصار عنده هو بعارين راح يوسع صدرها عندها شوي ويجيبها، ما فيها أبدا. ما طيب. فيها الآن الناس يا شيخ يشددون، يعني من الأشياء اللي يعني الإنسان يستغربها، رجل عنده زوجتين في مكة، شقتين جنبها، بس انتهت العدة ما زارت جارتها، ما يجوز لي أروح لها ولا أجي. ليه؟ كلها في عمارته واحدة. بعض الآن يقول ما ترقل للسطح ولا تنزلين للحوش ولا تروحن، سبحان الله، تشديد ما أنزل الله به من سلطان، ولا تردين على التلفون. ومن الغرائب واحدة يطول العمر انتهى إحدادها، ويوم انتهى إحدادها وتبدأ إحداد ثاني، جاء ولدها وسألني ليش الأمر، قال إنها تقول إني يوم تميت 21 يوم اطلع علي ولد الجيران عمره 12 سنة ورآني يعني ما تغطيت، وإني أقضي المدة ذي اللي قبل الاطلاع، كان صوم رمضان تقضي. تقول نبطل يوم شافني ابطل إحدادي الأول. تدري من هالأفكار الغريبة ذي تجي من كلها يا أخي، تشديد ما أنزل الله به من سلطان. حتى بعضهم يعتقد أنه إذا مثلا فات من وقت الحداد شهر عوض بعد شهر آخر بعد الحريم، هل هذا صحيح يا شيخ؟ لا لا، أنا أعرف عندنا واحدة في أعرفها من المعارف، توفي زوجها وما علم به إلا بعد 18، فما جلست في الحداد ولا ساعة. لما جاء الخبر وحللوه وقالوا هذا زوجك، جت تسأل عليه، قلنا لا معلش، لا أنت 8 أشهر صح. نعم طيب.